حياكم فيديو جديد من الزبدة. اليوم راح نشوف وايرلس تاتش كيبورد K400 بلس من لوجيتك. لوحة مفاتيح معاها تراك باد متنقلة بالعربية. الكرتون لونه أخضر. اللون الأخضر هذا لوجيتك صار لهم يستخدمونه 20 سنة. K400 بلس. بطل الكرتون مع بعض. كرتونة سهلة ما فيها أي حركة ولا تعقيد اللي شفناه في فيديو باور كيو. USB شكله بسيط جدا. هذه وايد حلوة حق الصوت، ترفع وتنزل الصوت وتسوي ميوت لورا. لكن في لزقة صفرة، في سويتش من الخلف، في مالتي تاتش يعني إذا حطيت إصبعين أوريكم. يعني تخيل انت قاعد على اريكتك وانت في البيت، حاط لك نظام سينمائي موصل على الكمبيوتر، تيب لك K400 بلس خذناه من blink.com.kw. سو سبسكرايب.